اخوي رئيس جهاز نائب رئيس جهاز الكره اخوي مبارك الجدعان، انسحاب نادي الجهره الموسم الجاي من دوري وكاس حضره صاحب السمو امير البلاد وولي العهد. يعني لاول مره تحصل ان نادي الجهره ينسحب ولا؟ يعني هذا خبر مؤسف حق جميع جهراوي وحق الرياضه الكويتيه. يعني الخبر وشي بطوله كاس الامير وكاس ولي العهد، هذه بطولات غاليه، يعني بطوله غاليه علينا وعلينا احنا على كل مواطن كويتي. للأسف يعني الخبر هذا يعني جاء من وسيلة الضغط، هذا مو قراري أنا، هذا إجراءات من الاتحاد الكويتي، من اللجنة الأولمبية، من فيفا، من هيئة شباب الرياضة. أنا ما أقدر أسجل لاعبين، أنا موقف من فيفا وما أقدر أراسل الاتحاد الكويتي، فمجبر أني أنسحب. حتى إذا أنا بشارك ما عندي سجل هناك يخلوني أسجل لاعبين ولا، فإجباري انسحب نادي الجهرة الموسم هذا. والله يعوض لاعبيننا وان شاء الله يشوفوا لهم مستقبل ثاني غير مستقبل الجهره. يعني الامان يعني شيء يحزن الخاطر. من المستفيد من خلل نادي الجهره؟ من الاستفاد يعني من القضايا وتعطل النادي واللي وصل المرحله هذه نادي الجهره؟ هل هيئه؟ هل اشخاص تابعين الاشخاص؟ هل ناس حبهم حق شيء ثاني غير الرياضه بالنادي؟ شيء يعني يحزن الخاطر. فأتمنى يتراجعون عشان نادي الجهرة، تراجعون الأشخاص كل الجهروية يتراجعون حق عشان نادي الجهرة، يرد نادي الجهرة اللي كل الجهرة يحبونه. يعني في رمضان والله شفت الملعب هذا تلقى كل الجهرة يجون يفترون فيه، يعني يسوون رياضة وغير الأيام العادية. فللأسف خبر يعني محزن، والقرار مو بيدي، يعني قرار أعلى مني، يعني القرار يعني من مجبورين عليه، مجبورين يعني. لا عندنا، لا نقدر نسجل لاعبين، وعندنا توقيف من الفيفا مبلغ تقريبا 50,000 دينار، يعني منو يسدد؟ الإدارة ولا ما في مجلس إدارة؟ فأمور واجد. فنقول هارد لك إن شاء الله الجهراوية السنة هذه، إن شاء الله يلتحمون الجهراوية ويرد نادي الجهر نفس أول. أتمنى أن الهيئة تنظر إلى نادي الجهر الوضع اللي صاير فيه، يعني الوضع مزري 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 جدا. وأنا مبارك أخوي مبارك الجدعان السنة اللي ضافت أعطينا كل ما عندنا، بس هي إمكانيات خلاص ما نقدر نسوي شيء. فأتمنى أني محافظ الجهرة، أهل الجهرة يلتفتون يشوفون مناشدتي لأهل الجهرة، يشوفون منو اللي وصل النادي المرحلة هذه، يجمعون أهل الجهرة كلهم، يرجع نادي الجهرة نفس ما كان. هذا اللي أنا أتمناه يعني، وإن شاء الله يرجع نادي الجهرة.